احنا ترى علاقتنا مع ايران على مر التاريخ يعني ليست هادية. احنا يعني في سنة 1782 دمر الاسطول الكويتي الاسطول الايراني في معركة الزبارة في قطر، واسر قائد الاسطول الايراني وطرد نزل الاسطول الكويتي في البحرين لما كانت البحرين عبارة عن يعني مستعمرة ايرانية، واحتلت القوات الكويتية بغير جابر العيش، ما كان هو الحاكم، الحاكم كان عبد الله ابوه، لكن هو كان قائد الاسطول، واحتلت القوات الكويتية البحرين وسلمت البحرين الى ال خليفة اللي كانوا ساكنين في قطر. الكويتيين نزلوا في بندر خميني، الان اسمه بندر خميني، وتوغلوا في الاراضي الى ان وصلوا جبال جزاجوراس في منطقة قريبة من جزاجوراس وانسحبوا بعد ذلك. الكويتيين احتلوا المحمرة سنة 1783-84 اللي يسمونها خرم شهر، وحكموها، احتلوا المحمرة، رفع العلم الكويتي على المحمرة. الكويتيين احتلوا الفاو 3 مرات، مو مرة ولا مرتين. الكويتيين عادوا السيطرة على البصرة يعني بالفترة هذه، الكويتيين احتلوا البصرة يعني دشوا جيش الكويتي البصرة. احتلينا يعني جزيرة أم الرصاص اللي في وسط شط العرب، احتلينا عبادان، احتلينا هذه كلها تاريخ. احنا الكويتيين، احنا الكويتيين احتلينا عبادان، اللي يريد حتى احتلينا عبادان، احتلينا عبادان. اذا البصرة وعبادان والفاو والفاو والمحمرة والمحمرة وميناء بندر خميني، الان اللي بندر خميني وميناء بندر خميني، وصلنا الى مدخل هالاماكن هذه كلها احنا الكويتيين رفعنا عليها العلم الكويتي، كلها رفعنا العلم الكويتي. هذا الكلام ارجعوا لا تكلموا لا تسألوا ناصر الدولي، ناصر الدولي يعني على واحد يقول بل 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 شمنين يجب الحكي هذا. اقروا كتاب بيان الكويت للدكتور القاسمي، القاسمي الدكتور سلطان صقر القاسمي. استاذ ناصر، بس عشان اتأكد اني انا يعني فهمتك صح، فهمت اللي قاعد تقوله، تقول ان اهل الكويت احنا يا الكويتيين قدرنا نحتل عبادان، عبادان كانت عندنا، والبصرة قدرنا نحتلها، والمحمرة وبندر خميني ورفعنا عليها العلم الكويتي، مو صحيح؟ والفاو، والفاو بعد، وجزيرة أم الرصاص بعد، اي وأم الخصاصيف في 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 إيران، أم الخصاصيف هذه، أم الخصاصيف، اي زين. أنا الحين كتبتهم، خل أعيدهم مرة ثانية. أهل الكويت احتلوا عبادان والبصرة والمحمرة وبندر خميني. بندر خميني هذه غير بندر عباس، لا بندر خميني ني هذا اللي اوكي، والفاو وام الرصاص، ام الرصاص وام الخصاصيف، ايه الاماكن هذه كلها رفع عليها العلم الكويتي، ايه واحنا كسرنا الايرانيين مرتين، 3 مرات او 3 مرات. العناوين اللي قاعد تقولها وتؤكد عليها ان احنا يا اهل الكويت كسرنا الايرانيين في معركة الزبارة البحرية، وكسرناهم في البحرين، وحررنا البحرين، احتلال البحرين، اي وحررنا البحرين، حررنا البحرين، وطردنا كل الجيش الإيراني من البحرين، طردناهم كلهم مع أسرهم، مع أسرهم، طيب ما بقى إيراني واحد في البحرين. طيب هذه مرتين، والثالثة متى كسرنا الإيرانيين؟ كسرناهم في عدة مناطق داخل منطقة اللي هو إقليم الأهواز. حقائق التاريخ اللي تضعها انت الحين او تحطها امام اهل الكويت هي ان الكويتيين دشوا عبادان ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا البصرة واحتلوا البصرة، ودشوا وحرروها بعدين تالي، ودشوا المحمرة واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا بندر خميني ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا الفاو واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا ام الرصاص واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا ام الخصاصيف واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، وكسروا الجيش الإيراني في قطر، وكسروا الجيش الإيراني في البحرين، وسروا كل الجيش الإيراني اللي كان موجود في البحرين، ما رد لهم مخبر. طيب جميع الأسطول الإيراني، جميع الجيش الإيراني اللي موجود في منطقة الخليج تم أسره من قبل جابر العيش والأسطول الكويتي، وأعادهم إلى إيران سنة 1782 كانت الكويت عدد سكانها لا يتجاوزون يمكن يعني 30,000 نسمة. 30,000 متى؟ اي 1782 ما يتجاوزون 1782 ما نتجاوز 50,000 او يعني على بالي 1900 لا يعني حدود 50,000 نسمة. 1782 وكنا اقل قدرات ماليه،
وأقل. بس أخوي ناصر عفوا الكويت كانت توها مؤسسة يمكن صار لها 15 سنة أو 10 سنة. لا لا أكثر. 20 سنة. أكثر أكثر أكثر. خطأ التاريخ. إحنا كتبنا التاريخ غلط. الكويت موجودة من 1570. من 1570. من 1570 الكويت أكيد موجودة. يعني الكويت قبل ما يعني أنا أقول كلام يضحكون أي الناس. والله صعبة. لا يعني إذا كان حقائق يعني الكويت تاريخية قبل أمريكا استوعبها. أمريكا العظمى هذه الكويت قبل أمريكا بكثير جدا. إحنا كان الكويت موجودة قبل أمريكا. قبل الله عز وجل خلق الأرض بيوم واحد. ألم ترى أن ماشي ماشي بس أنا ألم ترى أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله. فالله خلق الأرض بيوم واحد. فما حد يقول إن أرض أمريكا غير أرض الكويت. الأرض واحدة بيوم واحد. لكن كدولة الكويت قبل. أخوي ناصر الكويت قبل أمريكا. قبل أمريكا بكثير. قبل أمريكا بكثير. نعم هذا بس اللي أبي أسمعه.